وأخيرا كما قلت هناك احتجاجات شعبية يومية. ما الذي مارسوه؟ أولئك يمارسون إسقاط النظام الملالي وانتفاضة كبرى من أجل تحقيق العدالة. الموت لولاية الفقيه، هذا ما يردده الحضور هنا في القاعة. الموت لمبدأ ولاية الفقيه. والآن وبعد الانتخابات الأمريكية التي ستبدأ إدارة أمريكية عملها بعدها، فإن الشعب الإيراني والأمة الإيرانية وشعوب المنطقة ودول المنطقة يتوقعون بأن تتم مراجعة في سياسة الولايات المتحدة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، ولا سيما السنوات الست عشرة الماضية، لأن السياسة الأمريكية تجاه إيران خلال تلك المدة كانت قائمة على محور التقارب مع الملالي، والمصاعب الناجمة عن ذلك عديدة لا تحصى، بدءا من العراق المدمر والوضع المضطرب في سوريا والعراق وإلى التغيير نفسه في إيران. وليس مصادفة أن يصف الحاكمون الملالي هذا الوضع ويخافونه، لأن المكاسب الطائلة التي حصل عليها الملالي جراء السياسات الأمريكية الخاطئة كانت بمثابة عامل حاسم لتشديد قبضتهم المشينة. وحاضرهم اليوم يقول بصراحة إن الإدارة الأمريكية الجديدة من شأنها أن تكون حكومة الخوف، وهذا الخوف والذعر كان إلى درجة بلغت بخامنائي إلى أنه قال بأننا نفكر في كيفية تخليص البلاد من المشاكل المحتملة. إذن تابعنا معكم مشاهدين جانبا من هذا المؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس، وتحدثت فيه مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية التي نددت بما يقوم به النظام الإيراني من قمع للمجتمع الإيراني، وأيضا تحدثت عن حجم الفساد المالي والإداري الذي تعيشه إيران نتيجة ممارسات نظام الملالي كما قالت. وقالت أن هذا النظام يعيش تحت ضغط داخلي رافض. ردد أيضا الحضور الموت لولاية الفقيه في رفض حاد لممارسات النظام الإيراني. فيما يتعلق بالملف مع الإدارة الأمريكية الجديدة، قالت رجوي أن النظام يعيش خوفا من الإدارة الأمريكية الجديدة، يفكر في التحديات المحتملة للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأشارت إلى أن النظام هو السبب في التوتر في وانعدام الأمن في محيطه.